بمحمد خطر المحامد يعظم بمحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. ولا ليال درسينا دينك وها كساب سيهي الإخلاص في العمل والتحذير من الرياء. عملك لسمينا يو وإلهي دا عديسا سي إخلاص له ودر الله له ودر الله إن لو قبتو إيو إن ليس قدقا يو إن عملك لو سمي استوستوس هلوغو أركو يا هلوغو مغلو أيا درسي جينا وكساب سيهي أرنتاس أيانو كسوقا ذنينا آيدها قرآنك وكتابك إلهي وكريمك أحاديث رسول كان عليه الصلاة والسلام أرنتاس وحي النبي كان عليه الصلاة والسلام وكيري سمرك أي نوغو نغطو فائدة وين أي نوغو نغطو وعملك أي نصمين أي نه در إلهي أن أوغو صمينو وحي در إلهي كبحسن أنو إسكا إلالي نه ما دام أرنتاس أي كسوغنتاي خسارة أي كسوغنتاي. إلهي سبحانه وتعالى سورة الكهف آخر كذا وحو يري: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قفك الدونا يا أيوه الله سبحانه وتعالى أما سقفك رجينا يا أما كبقا يا ربي سمال انت قيام إنو لكل ما يو وأدو يدا مرك أو كتغو قيامين الله كان بعثك الله صوبح شو لحسابه او وح الله لوحي الدنيا ذا وكسمي لوحي حسابه قفك ارنتاس كبقى يو رجينا فليعمل عملا صالحا ايوه الهي عمل صالحا هسما يو او وانا اكسن او الهي اكتيس لك جعل يهي ولا يشرك بعبادة ربه احدا ربي جيس عبادة وعابودا ينه يو سن عدك لن تودلو ذا جن عبادة أو سن أولا قيبين نه سمارة يا إخلاصة ربي جيس وعابودا أيوضا إلهي سبحانه وتعالى آيات دا سمرك إلهي وحو نوغو عدين يا قفك إلهي كبقايا إنو يهي قفك عمل وناسا أو إخلاص لسمينا يا إنو يهي قف كان الله كبقين او مالن تقيام ان لا حساب ان كبقين او نارنت اسكو تلغلين انو عمل كيسا او اسمينايو ريا يا سمع او اسمينايو او صندر الهي اي سن كاهين عمل كادي ريا يا سمع لو سمينه وح لغي هلايا ما جرتو او ان خساره اهين يا عذاب ان لوو غلو ما هيله وحي الهي دراديس لو سمينيا هيا رادان هسبت ناداني ايا لغا اقبلايا عمرك مرك لا اقبلايو وامرك وعمل الهي لو خلصايا او يهي او در الهي لو سمايو شرد ماهن انو عمل فربضان او يهي علماء الاسلام كهو اهل علم كهو حير هذين شيء عمل او لا اقبل سيدي سبا وحير من نقضي هذين شيء الهي دوك ها اقبله هو يران مايو أقبل كنا وحال الدون يا إن إخلاص السمايسه وعمل كالسماين يصدر إلهي هذا السمايسه هذه مرك هذا وحوي حق حديث أي نسوق هذا إنه وعن سوق هذا إن حديث لجوري سحاب جليل كا أو ليرادو جندب ابن جنادة وأنا حديث الشيخين بخاري ومسلم حديث يوريين ترمدنا أسونا مارة يا وسنن كيس وكوري وها جندب رسولك عليه الصلاة والسلام وكوريي نبي قال إنه عليه الصلاة والسلام
من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به وعود رسول كان عليه الصلاة والسلام قفك عملك أسمى يهلق مغلو إلهي مالنت قيامه أيو رؤوس الخلائق خلقك أو إسوي مدي أكتوض أيو كف الله حين يا مركا من سمع ساسوي قفك مركاس عمل أسمى يهلق مغلو أو مركاس هلق شاك شاكو سمع الله به يوضح رسولك عليه الصلاة والسلام معناها وحاوي إلهي سبحانه وتعالى ضدك أيوم ما لنت قيام هرت وضكف الله حينا إلا أن عمل كدر إلهي أم سمينو وهو أسمي ضدك أن هاكو شاك شاكارو أو وحاوي ميل والبهر لقا شاكو أو وحاوي وان العبادة بضن هلو يرادو وان العلم بضن هلو يرادو وحكا سو وناغا هلقا شاكو أو مركز السمعات داس آدي يلتي دا يوسلاي مركو سيداس إسلاهو خلائق دي مالين تقيام ومحشر كاللي سوسو أروري أو مالين آدي آد أولي باتب بضان أي تاي هرطو دا إيا إلهي كف الله حين يا عمل كيسيون لغا أقبالين أساقو مارتيا اللي إهانيو وعذاب سيداس كو قلع يا إمانيس مركا هلو قمق لوحي الله سمعينا يا شرك بين قنيسا مرك هذا الشرك يكون هو شيء آدي آذوح مو إن لا يسكى إلى ريال لوبا هاي وعاكلاونا رسولك عليه الصلاة والسلام قيبتك له حديثك ومن يرائي يرائي الله به قفك مركاسي ضدك عمل كيس أموجية أساقو مركاسي وحاوي هلو أركا إصلاحاية ضد وحاجر مركي ضدك أركايان عمل وناسا سماية ظاهر كوضة قرحية مركي ضدك إيسان أركينا وحكا صوح مانا سماية تاسوا حوية خسارة أوحن وي وقفا إلهي سبحانه وتعالى كوكال صونين أون إن وحلق أقبلو إيا متك لأن كلا جعلين كليا ندونا يا مركاسي بني آدم كوين حرميان ربا أو عمل كاس مرك اللقو أركو إن ليرادو وانين وناسنو آدي آدو وناسنو عمل كيسانو أرمان رهاية قفك السيداس معناه وحوية حديث كان ومن يظهر للناس عمله يشهره الله في القيامة قفك عمل كيسة ضدك أموجية لموجنت لكن وحوية رياء واستصصو لجيدة لكن هذه عمل هداسة مينة سيدي مثلا بصلاة دي مثلا تكاد كدو كنيسة ضدك ويكو أركايا وحوية وحاسة مينة سيكاد بحينيسة ضدك ويكو أركايا هدنا وحوية حجبات قدنيسة ضدك ويكو أركايا شرد وحاء إن وحوية أذيغة عمل كاسو در إلهي وكاء هذا أركيد مركز ضدك كو أركايا وحبا شرد يا معه وحا الله ربا مركز إن أدمارة يا أدو وحا أغو در الله إيكاء هذا وحا دي در الله كايهين وحا دباتا أو مركز إليه بجرته مركز وحا الله ربا إن سوى ناسن عمل كاغ أو إخلاص لإن أدو سميس ذلك أقبه هني مركز سورة رسولك عليه الصلاة والسلام ومن يرائي يرائي الله به قفك عملك استصص أسميه إلهي سبحانه وتعالى وشهرين يا مالنت قيامه ووحوي ضدك هرتوض عيال وفا اللي حينا إساقانه مركا وحا للربا سمعاذي إلا إسكا إلاليو إلا إسكا إلاليو مركاسي استصص إيا شهرين إلا إسكا إلاليو وحان آد كو شهرودي أو آد وحكو نقطي وحفائداء إلاي ذا همجرت مركا وحا للربا عمل كان در إلهي سبحانه وتعالى إن أنا أصمينا يا لوبهاني حديث مركز هروش يا جنبا وحوري بخاري نواوري مسلم نواوري ترمذي نواوري وعكلان سوق هذا هنا حديث لجوري السحابي الجليل كأول إلى أبو هريرة وحورهاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إلهي وحورهاي حديث القصي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أيضا حديث كان حديث القدس يوي وعورا رسول كان عليه الصلاة والسلام إلهي وحو يري أنو ضدك الشركة أو وحو أي كرد حيان وحي وح كرد حيان أنو غنيان كأه لا إلهي واتورا سبحانه وتعالى إن الله لغني عن العالمين إلهي سبحانه وتعالى عالمين إلهي سبحانه وتعالى وكد يختومه أو مركه وحويه
قف إلهي أباهي هي مجرته سبحانه وتعالى مركب معناها وحال لقوضة أنا أغنى شركائي عن الشرك يوضح وها شرك هذا شرك قوضة أنه قريانك إنا وحكو الدرس هذا مدونا أيوه من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وح مخلوق لو لو ذا إلهي سبحانه وتعالى ما أقرأ عبادته وحي دونيسا إخلاص بي دونيسا أنا أغنى الشركاي عن الشرك يورى إلهي سبحانه وتعالى معناها لا حاجة لي في عبادة عملت لي مع غيري وي وحدنا أو أنك ليها مجرته عبادة أو وحا وي أنيقى لسميي أنيقى إيا غير كينا نلوو ذا سميي أو قفك أنوهو إسليه أصدقوا مركز هذا عبادة دي بقى أي تاي الله وح لو سميه كليه أيوه وحو هذا وحوه غير هادين أيه أو سمعت أو هل إسليه هاي إلهي غير كيس عمل كسيداس إلهي أقبل ما سبحانه وتعالى وحونا نقونا يا نوع من الشرك وي بركة عمل كسيداس وعديك أنا دي باتدك وقلنا إلهي ونوع سنك أقبلين إنا إسكايل على سال وباهاني هاي قفك سؤو مسلم وحو قبانا يدر إلهي إنا أصمي يا لوباهاني وحا سوحا وي وحير أو مارتيا سورة الإخلاص وصورة أهان ويرته لكن إلهي أكتي سواك وينته هذا هل سورة الإخلاص أهرس يا هذا قرآن كورن أهرس أوت مركاسي إسلام مركاسي قرد هذا قرحان هل دقيستو وحا وي هل غمغلو هل غاشا كايو حافظ وي هل ويراهدو قاري وي هل غدا هذا أهرسو وحا مركاسي كا خير بدن هل قف أو سورة الإخلاص هل إخلاص أخري إلهي أسجي إن إسوجي إنه دار الله أخري مرك واحد على ربا إن لا إسك إلى ليه وحياش وحياها أعماش برينا أو عمل كبر أيه وها كم إذا مرك سد هذا أن سوق هذا ني سمع داس هي رؤية داس أيها كم إذا وهي نقول عيانه شرك قريب كم إذا أي نقول عيان حديث كسوح أوري إمام مسلم يا صحيح سكوري حديث كلا وحان الصوق هذين لا سحاب جليل كابوري اللي جوري وعوداي نبي قالنا عليه السلام إن أول الناس يغلى يوم القيامة عليه رجل إس شدة فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء وقد قيل ثم أمر به فحصحب على وجهه حتى ألقي في النار حديث كان أيان مركا سان وحاوي كسو ختمي دونا درسينا وانا حديث دار مركا حديث كان وحوكتو سنة يا وحبضن أو مركا سوى حاوي أدون كان بني آدم كدعايا أو خطرنا لقلايو هذا يدد كدد علمائيين دد مجاهدين هديهين دد حول لهديهين وحوال بوحاوي هدينا إخلاص أي سنة هينين إن ما لنت قيام الوفا اللي حوبا يو وأولى رسول كان عليه السلام قفك أوهر هيا أولى حكمنا يا مالين تقيامه ووحوي قال الله إلهي سبحانه وتعالى وكدر إلى يسدح قيبوضوي سدح ذا سقيبوضوح أوهر يا رسولك رجل إسو شدة نين لقى الشهيد يا لي ووحوي كل شهيد معركة الكفار قال هذا مركز الجهاد كلا للجهاد أيو قبت قال هذا لقلد قال ما أيو أيوه كل شهيدي وهالكاس أيام مركز معركة ذا سو كل شهيد ما أتى في الجهاد يا لقوا ذا جهاد أيوه كل أنت فأتي به نكاس أيام اللي كان يا ووحى وي إلهي هرتي سال سو جوجنا يا مالين تقيامه فعرفه نعمه إلهي وحو قرقران سينا يا أو كتر ثرسينا يا نعمويك إلهي سبحانه وتعالى الدنيا ذو النعمي أيال وتر ترسينا يا ووحل لي النعمة تاس ما قرنيسا تاس ها هولي فعرف هذا أن النعمي كو قرنيا ووحي إلهي سبحانه وتعالى هو نعمي أيو اعتراف يا أو مركز أو قرانيا قال مركز الله وحولي هاي فما عملت فيها محاتك عمل فشي أو وحال لقوة ذا أني غمي وشكري سي نعمة سنكسية مسعي وما شكرين فما عملت فيها النعمة سمحاتك عمل فشو عمل كأتكو سميسي إلهي ما كو شكري سي بس واكو سيدي هالي
markaasuu wuxuu leeyahay adawaa jihaadkii nicmo weyn weeye qof laga shahiid yeelay wuxuu leeyahay markaasi qaataltu fiika ilaahu daradda ayaan u dagaalamay qaataltu fii sabiilika wa marlaatika bani aadanka waxaad ogaanaysaa sida hadda maanta adduunyada uu murmaayo oo wax u sheeganayo uusan ahaynin inuu maalinta qiyaamo ilaahay lasoo hor istaagayo laakiin meeshaas dood iyo cid markaasi cid ka yeelaysaa ma jirto laa taqtasimuu ladaya waqad qadamtu ilaykum bilwaciidi ay maanaysa ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala anugu waxa weeye waa idin soo hormariyey waciidkii maaragtay adduunyadan wax idinkuu sheega dood meeshaan lagama ogola doodu meesha waa xirmaysaa marka meeshaan laysla doodaa laysmurmaayo maa markaasuu wuxuu leeyahay ilaahu daraadda ayaan u dagaalamay ilaa aan shahiid ka noqdo alla markaas wuxuu leeyahay de ilaahay wax lagama qari karee kadabka kadabta been baad ku sheegtu ilaahay leeyahay walaakinaka hase yeeshee qaatalta lian yuqaala jariun waad dagaalantay si laguu dhaho jarii weeye waa ninkaa nin geesiya weeye alayna ninkaasu nin geesi u ahay oo dadka markaasi magacaad u hesho saasaad dagaalamaysa faqad qiila waana lagu dhahayaa lalehi jihaadkaaga ilaahay daraaddiisa ulama jeedin warkaasaad ku doonaysay adduunyadana waa lagaaga sheekeeyey suma amara bihi ilaahay markaasna wuxuu amrayaa malaa'igta inay wejiga dhulka uu jiido fa suxiba calaa wajhi wejiga ayaa markaasa dhulka loogu jiidaya ihaano daraaddeed waa la soo qabanayaa markaasaa waxa weeye lugaha ina laga qabto ayaa wejiga dhulka loogu jiidaa inta naarta looga sii tuuraayo xataa ulqiya fi naari wa rasuulka inta naarta looga tuuraayo dadka hortiisa ayaa lagu jiidayaa waa la ihaanaysanayaa waxaas maxaa u keenay waxa uu khilaafay amarkii ilaahay cibaadadii ilaahay la rabay inuu daraaddiis u sameeyo ayuu ilaahay kayrkiis la wadaajiyey waxaa ka dhacaya ihaanadaasaa ka dhacaysa qofkaan dar alla wax u samaynin maalinta qiyaamo ayuu fadlixoobayaa naarta ayaa lagu tuuraa u dhar rasuulka calayhi salatu wasalaam kaas waa ninka koowaad ninka labaad wa rajulun tacallama alcilma wa callamahu wa qara'a alqur'aana fa uutiya bihi facarafahu nicamahu facarafaha qaala famaa camilta fiiha qaala tacallamtu alcilma wa callamtuhu wa qara'tu fiika alqur'aana qaala kadabta walaakinaka tacallamta alcilma liyuqaala caalimun wa qara'ta alqur'aana liyuqaala huwa qaari'un faqad qiila waxa u dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninka kale waxa weeye nin cilmigii bartay culummadii baa lagu soo jeedaa nin cilmigii bartay ee dadka baray oo asagii cilmigu u bartay dadkina kitaabadii wuu akhrinayaa qur-aankii ayuu akhrinayaa oo waxa weeye qur-aankii waa bartay ciyaalkii buu qur-aankii baraya dadkii buu qur-aankii baraya sida macallimiintoo kale waa la keenayaa isagana maalinta qiyaama maxsharka ilaahay ayaa nicmooyinkiisa gargaran siinaya markaasuu aqoonsanayaa nicmadii wuu ictiraafayaa ilaahay markaas wuxuu leeyay famaa camilta fiiha maxaad ku camal fashay maxaad u samaysay camalka ma dar allaad u samaysay mase waa ku siday aalley markaasuu wuxuu leeyahay tacallamtu alcilma wa callamtuhu ilaahu cilmiga waan bartay dadkii waan baray wa qara'tu fiika alqur'aana qur-aanka daradda ayaan u akhriyey saas ayuu leeyahay markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay kadabta been baad ku sheegtay walaakinaka hase yeeshee tacallamta alcilma cilmiga waa baratay liyuqaala caalimun si laguu dhaho alla ninkaanu caalim weeye wa qara'ta alqur'aana liyuqaala huwa qaari'un qur-aanka waad akhrisay si lagu yidhaha waa nin qaariya waana lagu dhahay naartaa la farayaa markaas malaa'igtaa la farayaa dhulkaa lagu jiidayaa wejigiisa xataa ulqiya fi naari midka saddexaad waxa weeye rajulun wasaca allaahu calayhi ilaahay nima u waasiciya xoolaha ilaahay wuxuu siiyey asnaafulmaal maalka noocyaashiisa oo ayaa la siiyey xoolo kasta nooc kastaa la siiyey fa utiya bihisna waa la keenayaa facarafahu nicamahu ilaahay nicmayoyinkiisau gargaran siinaya waa tii la macnaheedii markaasuu garanayaa ilaahay markaas wuxuu leeyay maxaad ku camal fashay markaasuu wuxuu leeyahay maa taragtu min sabiilin ilaahow wadda kama tegin oo aad jeceshiid in wax lagu bixiyo ilaa anfaqtu fiiha waan ku bixiyo laka daraadda ayaa meel walba wax ugu baxsho u leeyahy ma ilaahay baa la siri karaa markaas waa la leeyahay kadabta waad been sheegtay walaakinaka hase yeeshee facalta waa fashay liyuqaala in lagu yidhaahdo huwa jawaadun alla yaa ninkaana diiqsiya weeye waa nin waxbixis badan sakhi weeye faqad qiila waana lagu dhahay suma amara bihi ilaahay waa amraa in la soo qabto fa suciba calaa wejhi wejiga ayaa dhulka loogu jiidayaa suma ulqiya fi naari naartaa lagu tuuraya marka khasaare ka weyn maa jirta ninkii jihaadka galay saasuu u khasaaray ninkii waxa weeye
cilmigii bartay oo dadkii baro oo qur-aankii bartay oo dadkii baray saasoo uu khasaaray, ninkii xoolaha lahay saasoo uu khasaaray. Maxaa khasaariyey? Ikhlaas la'aantaa khasaarisay. Marka waxaanu isu dardaarmaynaa camalkeenna inaanu ikhlaas ku samayno oo waxaanu qabanayno dar ilaahay inay naga ahaadaan. Marka ilaahay wixii dar alla loo sameeyaa la helaya, wixii kalentoodna waxba lagu dheefi maayo. Dad badan ayaa arrintaasu dhibaato ku haysa, waa in laga digtoonaada arrintaasoo qofku waa inuu ikhlaas sameeyaa, shirkiga in la iska daayo. Marka darsigeenni diiniga ahay oo ku saabsanay al-ikhlaasu fi lcamal wa taxdiiru min alriyaa, intaas ayuu noogu og yahay. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمحمد خطر المحامد يعظم، بمحمد بمحمد